البارتر سبب فشله لانه ليه مميزاته وليه عيوبه. ميزه البارتر ان هو وسيله للتبادل، وسيله يلا خد سلعه وهات سلعه مقيده، ولكن فيه عيوب كتير، والحاجه ام الاختراع. فبالتالي لان البشر بيحتاجوا لبعض بيحتاجوا يلا لبعض، فبنحتاج وسيله للاكستشينج، وسيله يلا للاكستشينج. فكان بالضروره ان احنا نلاقي وسيله احسن من البارتر، وهنا الانسان الحاجه ام الاختراع، فاخترعنا النقود، اخترعنا يلا ماني. اللي حد لوحده اخترعها ولا كل البشر ساهموا في اختراعها؟ وبالتالي كل الشعوب وكل الحضارات، حضارات سلم حضاره، حضاره قلد اللي قبلها وتطور، حضاره قلد اللي قبلها وتطور، لغايه ما وصلت النقود الالكترونيه والنقود الافتراضيه زي الالكترونيك ماني والبيتكوين والنقود الافتراضيه اللي موجوده دلوقتي. عشان افهم بقى الالكترونيك ماني والبيتكوينز والحاجات دي كومبليكيتد دي، لازم اجيب الموضوع الاول خالص، حددها من بدايتها، اللي هو ما قبل الماني كان البارتر. النهارده بقى هناخد اول نوع في الماني في العالم، وازاي النقود تطورت، ثم بعد كده بقت الذهب والفضه، ثم بعد كده بقت النقود الورقيه، لغايه ما وصلنا للي احنا فيه دلوقتي. ده موضوع درسنا النهارده، ماشي؟ يلا بينا. مختلفين ليه يلا؟ ها؟ مع ان كلنا بشر نفس الاثنين عينين واثنين ونفس الحاجات، بس مختلفين عشان نكمل بعض، تمام؟ فبالتالي لما احنا مختلفين عشان نكمل بعض، اذا لو تفتكروا احنا كنا بدانا بايه؟ بمجتمع ايه؟ بريمتيف وايه؟ كلوز، اللي هي المجتمع الصغير قوي. قلنا المجتمعات الاول كانت منغلقه صح؟ لما المجتمع عددها بدا يكبر، وايه كمان؟ ها؟ احتياجاتهم تكبر ويتطوروا يصنعوا حاجات ويزرعوا حاجات كتير، فبدا يبقى عندهم حاجه اسمها سيربلس ولاك. سيربلس ويلا عندي فائض من اللحم مثلا عشان مش بضطر في الصيد، لكن عندنا عجز في الفاكهه لان احنا ما بنحبش نزرع. القبيله اللي جنبنا بتخاف تصطاد ولكنها بتحب الاستقرار، فتخصصت في الزراعه، فبقى عندها فائض من الزراعه لكن عندها عجز في الايه؟ في اللحوم. نعمل ايه يلا؟ نبدل. فظهرت الحاجه فور اكستشينج، ذا نيد فور وات؟ اكستشينج. ركز على ذا نيد فور وات؟ اكستشينج. يبقى ايه اللي خلانا نبدا نتعامل مع بعض؟ ان في حاجات معايا وفي حاجات مش معايا محتاجها، النيد، تمام؟ فبالتالي بدات الشعوب تحتاج لايه؟ لبعض، تمام؟ اول طريقه بدانا نبدل بيها الماني، صح ولا غلط؟ غلط. اول طريقه بدانا نبدل بيها اسمها بارتر، اللي هي مين يلا؟ المقايضه، تمام؟ طيب ليه اخترعنا المقايضه؟ لان المقايضه هي وسيله التبادل، وسيله ايه يلا؟ طيب المقايضه اثبتت فشلها، تمام؟ وعلى راسهم اصعب عيب واسوأ عيب موجود في البارتر، اللي هي الصدفه، اللي هي يلا؟ اللي انا بالصدفه عايز 5 كيلو طماطم، بالصدفه عايز كيلو لحمه، وبالصدفه لقيت واحد معاه كيلو لحمه، لا وبالصدفه عايز الطماطم اللي ايه؟ صدفه كتير قوي، صعب تحقيقها ومستحيله في العصر الحديث زي ما انت بتقول، صح كده؟ وبالتالي البارتر مليان عيوب كتير، على راسهم صعوبه تحقق الايه؟ الصدفه او استحالتها، صح كده؟ حلو، نعمل ايه بقى؟ فاخترعنا الماني، سؤال ذكاء يلا، ليه اخترعنا الماني؟ واحد دائما ابدا عشان احتياج التبادل، احتياج يلا محتاجين نتاجر ومحتاجين نبدل مع بعض، وعشان نعالج عيوب البارتر، فنجيب طريقه اسهل واسرع من البارتر، الا وهي مين بقى؟ الماني. الا وهي مين يلا؟ في مجتمعات استخدمت البقر، في مجتمعات استخدمت الصدف، في مجتمعات استخدمت القمح، في مجتمعات استخدمت الذهب، في مجتمعات استخدمت الفضه. طب ما شيل ما كل اللي انت بتقوله ده سلع، الحاجات دي سلع. ايه الجديد؟ فظهر عندنا اول حاجه في النقود اسمها نقود سلعيه، نقود يلا كوموديتي ماني، كوموديتي يلا ماني، تمام؟ ونفهم الحدوته ونكملها لان الموضوع فهم مش حفظ. يبقى اول ماني ظهرت عندنا في العالم اسمها كوموديتي ماني، ظهرت في اماكن مختلفه في مجتمعات مختلفه، وكل مجتمع اختار اللي يناسبه، اختار يلا اللي يناسبه. تعال مثلا نروح مجتمع مصر الفرعونيه القديمه، تمام؟ وانا في مصر الفرعونيه القديمه فبقول لواحد بكام يا ابني كيلو التفاح ده؟ فقام قايل لي انت معاك ايه عشان ابدل معاك؟ قمت قايل له انا معايا شويه طماطم، قال لا مش عايز طماطم، طب انا معايا شويه مانجا، لا مش عايز مانجا. فاهم؟ فقمت قلت له طب انت عايز ايه؟ قال انا عايز قمح. فالمصريين هم اول ناس تمكنوا من زراعه القمح، وكان مهم جدا بالنسبه لهم ثقافتهم، مش بس كده احنا متاثرين بيه لغايه النهارده، اهم اكله بناكلها واكبر شعب مستهلك للقمح، واكبر مستورد للاسف ما بنزرعوش بالكامل، بنستورد معظمه من امريكا، هو مين؟ مصريين، تمام؟ بسبب من اهم الفراعنه، ماشي؟ المهم
فقمت قايل له ايه ده انت معاك قمح هات هات قمح. فهو رفض الطماطم ورفض المانجا بس رضى يبدل معاه بالايه استيل مقايله استيل يلا مقايله. رحت لواحد تاني ابدل معاه وعايز اشتري من عنده مثلا خيار طماطم موتيلر عايز ابدل معاه فراح ابدل معاه فبيقول لي انت معاك ايه وانا معيش ولا طماطم انت بدل. قال لي لا خلاص. طب قلت له طب معايا قال لي لا خلاص. طب معاك قمح خلاص قلت له اه معايا قمح. فقال لي ماشي موافق موافق. تدريجيا بدا الشعب المصري يتقبل القمح ومحدش يقدر يقول له ايه لا. ليه؟ لانه حاجه كومن هو الاكل الاساسي بتاعهم ولانه حاجه فاليبل حاجه يلا فاليبل. فانا لما اديته القمح بقى معاه حاجه معظم المجتمع بيحبها. هياخد مني القمح او شتله القمح. يعني ايه شتله القمح؟ شويه قمح مربوطين كده تمام. هياخد مني شتله القمح هيعمل بيها ايه؟ هنعمل الاثنين. انا بدلت معاه خدت منه لحمه واديته شتله ايه قمح. هيعمل ايه بالقمح؟ معاه سلعه مهمه زي القمح يقدر يبدل بيها مع اي حد او يفكها ويعملها شويه عيش وعجينه وياكلها صح كده. تدريجي تدريجي كمان بقى ده الاكل بتاع الامراء والملوك والشعب كله بقى بيحب القمح وبيحب العيش. هو اصلا اسمه خبز في اللغه العربيه احنا مسمينه عيش عشان بنعيش عليه صح كده. حتى خبز في بعض الدول الاخرى عن الخبز عندكم في الكويت معناه ايه؟ الخبز العيش نفسه الخبز هو الخبز. اما العيش هناك في الكويت في الخليج في بعض دول الخليج بيبقى معناها رز لانهم بياكلوا رز اكتر مننا. بتختلف من مكان لمكان. anyway نرجع لموضوعنا خلاف القمح. بدا المصريين يهتموا قوي 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 بالايه بموضوع القمح. اقدر اروح ابدل مع واحد باشا عندك طماطم عندك فاكهه عندك مانجا عندك 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 فاجي ابدل معاه ما يرضاش يبدل معايا. اول ما يسمع ان معايا قمح يوافق على ايه على التبديل. فتدريجي بقت الناس كلها بتقبل فكره القمح وبقى شيء متفق عليه شيء يلا اللي هي صفه من اهم صفات الماني اللي هي ايه جنرالي اكسبتد. جنرالي يلا اكسبتد شيء مقبول عامه كايه ميديوم اوف اكسشينج. ما عادش حد بيقدر يقول القمح لا طبعا ده ما حصلش في يوم وليله. ما طلعش الفرعون قال لك يا جماعه من النهارده القمح هو الفلوس. لا 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 مش ده اللي حصل. حصل حصل يلا تدريجي ان الناس بقت حابه القمح. الناس ما بتقولش لا للقمح. فتدريجي بدانا ناخد بالنا ان ما حدش بيقول لا للقمح. خد بالك احنا لسه جايين من مين؟ من بلد ولسه لغايه دلوقتي سلعه مقابل سلعه. ايه الجديد؟ ان احنا بدانا ناخد بالنا ان القمح هو حاجه كومن وفاليبل حاجه يلا كومن وفاليبل وبالتالي ما حدش يقدر يقول لا. قلنا خلاص ما تيجي نتفق اتفاق يا جدعان كمجتمع بقى عرف خلاص اعتدنا عليه. القمح هو الفلوس. شتله القمح هي الفلوس. فمثلا بكام كيلو المانجا؟ بشتله قمح. بكام كيلو التفاح؟ بخمس شتلات قمح. بكام البيت ده؟ ب 100 شتله قمح. مفهوم؟ وبالتالي بقى مين هي وسيله اليونت اوف فاليو؟ عايز اعرف قيمه الاشياء بعرفها بالايه؟ بالقمح. بكام البقره دي؟ ب 1000 شتله قمح. بكام مش عارف ايه؟ بخمس شتلات قمح. فدلوقتي بقت القمح هي وسيله تقييم الاشياء. وبقيت ضامن ان لما اجي اروح لحد اديله قمح مش هيقول لي لا. فالمجتمع تعارف ان القمح هو النقود. طب ما هي يا شادي انا ببدل قمح ببيت او قمح بطماطم او قمح بمانجا ما هي يا سلعه مقابل سلعه. ودي المقايضه يا شادي. حلو بس بقينا متفقين على سلعه واحد. الجديد ان احنا بقينا مثبتين سلعه كمجتمع اخترنا سلعه وتعارفنا على سلعه ان هي دي النقود هي دي يلا. ولذلك بنسميها كوموديتي ايه؟ ماني. نقود سلعيه. نقود يلا سلعيه. نقود لانها نقود هي وسيله للايه؟ للشراء. ونقود سلعيه لان هي اصلا سلعه تمام. فانا هاجي اشتري منك كيلو مانجا بشتله قمح يلا. هتاخد مني شتله القمح هتعملها هتعتبرها ايه يلا ماني. اخد الشتله اشتري بقى اللي انا عايزه او افك الشتله واخبز واعمل عيش وعجينه فهي اصلا سلعه وما زالت سلعه فهي اسمها نقود ايه؟ سلعية. ايه الجديد؟ ان المجتمع اتفق ان هي دي الماني، ان هي دي يلا؟ لسه ما اكتشفش حتى الدهب والفضة، تمام؟ نروح مجتمع تاني، مجتمع أكثر بدوية، عنده حاجات كتير، عنده سيوف وأسلحة وجمال وعنده كل حاجة، ولكن هذا المجتمع ما عندوش مية أو ما عندوش القمح. فهي هيقول لك الفلوس هي القمح؟ ولا كل مجتمع حسب ظروفه؟ حلو. فالمجتمع ده قال لك هنخلي الفلوس هي الجمل، لأن الجمل ده بيساعدنا في المواصلات. الجمل ده بنستفيد من لبنه، الجمل ده ممكن ناكله، تمام كده؟ فالجمل ليه فوائد كتير، فهو في المجتمع ده كان الجمل ايه؟ وايه؟ فاليو، تمام؟ وبالتالي اتفقوا ان الفلوس هتبقى الجمل. طب يا عم بكام البيت ده؟ ب 10 جمال. طيب بكام ال 100 كيلو طماطم؟ بجمل، تمام؟ فبقينا نتفق ان كل حاجه بايه؟ ايه الجديد؟ طب ما هي سلعه بسلعه برضه. بس بقينا متفق ثبتنا سلعه واحده ثبتنا يلا اللي هو الجمل. نروح للمجتمع الروماني روما القديمه وايطاليا القديمه تمام.
قال لك لسه ما اكتشفش الذهب والفضه. وكان الشعب الروماني احتل معظم دول العالم في العصر القديم يعني. وكان الجنود بياخدوا المرتب بتاعهم ملح، بياخدوا المرتب بتاعهم يلا ملح. الشهاد اللي في البيت ده اللي بيبقى مرمي ده ملح. ازاي كان فلوس؟ هو الملح كان مهم للدرجه ان هو يبقى فلوس تمام. اه كان الماني اولا هو اللي بيحافظ على جينيوس يلا طعام، بيحافظ على الطعام. ما كانش فيه ثلاجه ولا غساله، فكانت الطريقه للحفاظ على الطعام كانت مين؟ الملح. ادفس الحاجه في الملح. ولذلك ظهرت الحاجه المخلله وظهرت الحاجه المملحه اللي موجوده لسه في ثقافه الشعوب لغايه النهارده تمام. الحاجه الثانيه هو ان لسه ما اكتشفنا دهب ولا فضه، عشان يبقى نخلي الدهب والفضه فلوس. دي المرحله الايه الثانيه اسمها الميتاليك ايه ماني. لسه في الشعوب في مرحله الزراعه والتمكن من النار، لسه ما اكتشفوش المعادن وتمكنوا منها لسه تمام. وبالتالي يجي الملح. انا دلوقتي هاخد شويه ملح، كيس ملح، هستفاد بيه ايه؟ هستفاد بيه حاجتين. انا في روما حضرت روما القديمه، هستفاد بيه يلا اول حاجه ان انا ممكن استخدمه في التخزين خلاص، او استخدمه في الطعام اكل بيه، او اخزن بيه الحاجه عشان ما تبص، لان اللحمه لو اتحطت فيه او الحاجه اتدفست فيه ممكن تقعد شهر ولا حاجه، لكن من غيره هتبص في يومين او في ثلاث ايام، مفيش ثلاجه تمام. او اجيب الملح واستخدمه ازماني از ايه يلا اشتري بيه اللي انا ايه عايز. طب يا عم بكام الكيلو مانجا؟ بكيسين ملح. بكام كيلو التفاح؟ بكيس ملح. بكام الجمل او البقره او السيف عندك؟ ب 10 اكياس ملح. في المجتمع ده طب ما هي يا شادي سلعه مقابل سلعه. لا في اختلاف حصل. ايه هو؟ ثبتنا سلعه واحده بقت هي الستاندرد، بقت هي الله ستاندرد، بقت هي المعيار في هذا المجتمع. طب التساؤل دلوقتي، هل كل المجتمعات زي بعض ولا الموضوع اختلف من مجتمع لمجتمع؟ اه تعالى بقى نطلع التشابهات. التشابهات ان كل مجتمع ثبت ايه؟ سلعه واحده اللي بتتناسب مع عاداته وتقاليده ايه؟ وثقافته ماشي؟ وقال لك هي دي الايه؟ الماني. طيب كده احنا فهمناها وادينا عليها امثله، فهمناها وادينا عليها يلا امثله، ناقص بقى ان ليها مميزاتها وليها ايه؟ عيوبها. ففي كل ماني هندرسها هيكون لها مميز تعريف امثله، تعريفه يلا؟ بعد كده مميزات وعيوب، ويبقى كده خلصنا النوع من الماني. طيب ما كنا فضلنا في الحته دي اللي هي حته القمح عند المصريين او الجمال في المجتمعات البدويه القديمه او الملح عند الرومان. كنا فضلنا كده وكملنا كده لغايه النهارده. ليه اخترعنا الميتاليك ماني وبعد كده البيبر ماني؟ ليه؟ لان اكيد كل ماني ليها مميزاتها وليها عيوبها. فعشان ما زال البشر محتاجين ان هم يبدلوا مع بعض الطريقه اسرع واسهل، فيخترعوا طريقه ايه؟ جديده. ماشي؟ يلا بينا. نقرا مع بعض اول صفحه بسرعه كده. الميتاليك ماني جت بعد الكوموديتي ماني. يبقى اللي يقول لك اول نقود البشر استخدموها في العالم كانت الذهب والفضه، صح ولا غلط؟ غلط. استخدمنا قبلها حاجه اسمها الكوموديتي ايه؟ ماني. طيب اول نقود استخدمها البشر في العالم هي البارتر. غلط. البارتر مش ماني، البارتر هي كانت الوسيله اللي بنبدل بيها قبل الماني. طب اختياري اول ماني اخترعها البشر هي مين؟ بيبر ماني ولا كوموديتي ماني ولا ميتاليك ماني؟ كوموديتي ماني. يبقى اول نقود ظهرت في العالم، نركز، اول نقود ظهرت في العالم هي مين؟ كوموديتي ماني، النقود السلعيه، النقود اللي يلا سلعيه. ماشي؟ يلا بينا. ده ايفولوشن اوف ماني، والعنوان ده نكمل معانا كده حصتين ثلاثه ان شاء الله. ماشي؟ يلا. ماني is the most important instrument came into existence. اهم أداة بيستخدمها الإنسان في يومه. حبيبي أنت بتستخدم الماني كتير جدا أثناء يومك، فهي أهم أداة البشر اخترعوها إيه؟ على مدار تاريخهم، اللي هي تعتبر سوشيال إيه؟ إنفينشن. سوشيال يلا؟ إنفينشن. ذا ماني ويتش أول أبريشيت، كلنا بنقدرها، مفيش حد ما بيقدرش الماني. أند يوز وبنستخدمها توداي هاز إيفولفد أوفر ذا سنشرز، الموضوع تطور على مر الإيه؟ القرون والسنين، خد مئات وآلاف السنين، تمام؟ From certain animals أو certain things. يعني ايه certain animals او certain things؟ يعني النقود اللي احنا هنستخدمها في الامثله يا حيوانات يا اشياء، زي مثال الملح والقمح والايه؟ والجمل. في مجتمعات ثانيه استخدمت البقر، اللي بيقول لك الفلوس هي البقره، البته ب 100 بقره، مش عارف ايه ده ب 50 بقره، فكل مجتمع بيثبت سلعه واحده، سلعه معينه ويعتبرها هي الماني حسب ظروفه، ماشي؟ طيب ايه كمان؟ بيقول لك ايه؟ such as goat. في مجتمعات استخدمت الجوت او الاوكس هايز، جلود التيران، ستونز احجار، طبعا الاحجار الكريمه اللي هي المميزه مش اي حجر كده وخلاص، ايرون، كابل، سيلفر، جولد، الكترونيك انترز. لغايه ما وصلنا لحاجه اسمها المدخلات الالكترونيه. دلوقتي النقود الالكترونيه ما هي الا برمجه موجوده على النظام، برمجه موجوده على الكمبيوترات وعلى النتورك. ازاي بقى نوصل ان الماني كانت اشياء ولغايه ما وصلت ان هي بقت مجرد الكترونيك انترز، عباره عن برمجه واكواد وبرامج موجوده على النت؟ لازم نجيب الشريط من ايه؟
من اول. تمام؟ طيب نكمل. regardless of the material of the money، بغض النظر عن الخامة او المادة اللي هيتصنع منها الايه الماني، money was، وده التعريف العام اللي بنكرره كل شوية، ابسط واكثر تعريف عام في الماني، money was anything، اي شيء، اي شيء بس بشرط اللي هو يكون ايه general accepted as medium of exchange، ان المجتمع بيقبل الحاجة دي. في مجتمع قبل القمح، مجتمع قبل الملح، مجتمع قبل الجمل، مجتمع قبل المعزة. في مجتمعات رابعة اقول لك عملوا ايه، عايشين في البحر على الشط، مجتمع ساحلي، فعندهم السمك هو الفلوس، يصطاد ويعوز يبدل اي حاجة، عايز يشتري سيف بعشر سمكات، عايز يشتري بيت بمئة سمكة، فاهم ازاي؟ فكانت الفلوس عند المجتمع الساحلي هي الايه؟ السمك. مجتمعات ساحلية اخرى لقوا قواقع على البحر، تمام؟ مش قوقعة زي اللي بنلاقيها في جمصة وراس البر، القوقعة اللي عارفينها الصغيرة دي، لا لا لا، قواقع من اللي هي بيتقال عليها الكبيرة او الصدف الكبير اللي ساعات بيطلع جواه لؤلؤ. الصدف ده عشان يتكون في البحر بياخد الاف السنين عشان يتكون في الطبيعة في البحر، نتيجة ترسبات ربنا سبحانه وتعالى خلقها في البحر، تمام؟ فيقول لك الله الصدفة دي جميلة قوي، احنا النهاردة بنحط في بيتنا فازة ورد زرع، زمان بقى كانوا بيجملوا البيوت بتاعتهم ازاي؟ بحاجة زي كده، تمام؟ بالصدف اللي بيلاقوه على البحر، وحاجة نادرة، وحاجة جميلة شكلها حلو ومزخرف، فيقوموا واخدينها الصدف الكبير الجميل، ماشي؟ اللي بيتقال عليه شعاب مرجانية، ويبدأ يعتبروها الفلوس، يقول لك الفلوس عندنا هي السمك، مجتمع تاني على البحر يقول لك الفلوس عندنا هي الإيه؟ الصدفة دي نفسها هي الفلوس، هي اللي بتشتري. ممكن بكام السيف ده؟ بصدفتين، بكام البقرة دي؟ بثلاث صدفات، بكام البيت ده؟ بمئة صدفة، فبالتالي الفلوس هي حاجة واحدة، يبقى اختلفت الأشياء، عشان كده بقول إن خدوا إيه؟ anything. أنا كل ده بشرح بقالي ربع ساعة ولا تلت ساعة عشان نفهم دي ما نبقاش حافظينها. anything بشرط إن يكون يلا generally accepted أو acceptable as medium of exchange كوسيلة للتبادل ووسيلة الشراء، تمام؟ ماشي، نادرة ممكن في مجتمع صحراوي يو أو في مجتمع زراعي، لكن على البحر تمام؟ مش نادرة لدرجة إن هي مش موجودة حبيبي، نادرة يعني موجود منها شوية، لقوا 100 صدفة مثلا، لقوا 50 صدفة، لقوا 3000 صدفة، لقوا 1000 صدفة، وقدروا يخلوا دي تبقى هي الفلوس. ماشي؟ مش نادرة لدرجة إن هي مش موجودة، موجودة بس بكميات محدودة، كميات إيه؟ محدش عارف يزورها، محدش عارف يقلدها، حاجة في الطبيعة، فهي دي اعتبرها هي الفلوس. تمام؟ نكمل؟ يبقى بغض النظر عن المادة أو الخامة اللي البشر استخدموها كماني، لازم الماني يكون جنرال يلا acceptable او accepted. acceptable هي اياها accepted، ماشي؟ طيب نخش على التطور. عندنا stages، عندنا يلا stages، اول مرحله واول نقود اسمها ايه يلا؟ commodity money. اول نقود اسمها يلا commodity money، النقود السلعيه، نقود يلا السلعيه commodity money، تمام؟ ممكن نركز النقود السلعيه يلا من اسمها، فصص اتعلم تحلل الكلمه نقود وسلعيه، يبقى دي ايه؟ ماني، ماني يبقى هي ايه؟ ميديوم اوف اكستشينج، حاجه بشتري بيها، وفي نفس الوقت هي كوموديتي، نقود سلعيه، يعني هي اصلا في الاصل كانت سلعه، بس احنا اتفقنا ان السلعه دي هي هتبقى الماني، مش كده؟ هنثبت سلعه واحده وتبقى هي الماني. طبعا الموضوع بيختلف من مجتمع لاخر، تمام؟ يلا بينا. ات ريفيرز، يبقى نطلع الاول التعريف والامثله، التعريف الايه؟ بعد كده نطلع المميزات والعيوب. معايا يا شباب؟ هنطلع التعريف والامثله، بعد كده هنطلع يلا المميزات والعيوب. يلا بينا نكمل. خدها كده قاعده، طول ما احنا بنذاكر اي ماني هندرسها تعريف امثله، قول معايا يلا تعريف يلا، بعد كده مميزاته ايه وعيوب، بسبب عيوبها عايزين نطور، نقوم نخترع الطريقه اللي ايه اللي بعدها، فيقعد الموضوع يتطور، ماشي؟ يلا بينا. ات ريفيرز، ريفيرز فيرب في الغالب بيشير لايه؟ لتعريف، ماشي؟ يبقى النقود السلعيه هي ديفينيشن دي، ا فيزيكال كوموديتيز دي يعني اكتب حرف دي، دي ديفينيشن، ا فيزيكال كوموديتيز، فيزيكال يلا كوموديتيز، هوز فاليو التي قيمتها كمز فروم، جايه من سيرتن كوموديتي. يعني اشمعنى الفراعنه اعتبروا القمح هو النقود؟ لان هو اصلا سلعه ذات قيمه واهم سلع عند المجتمع ده، فالمجتمع كان دايما السلع اللي بيختارها بتكون يا حاجه حلوه قوي زي الزخرفه والصدف والحاجات دي، يا حاجه مهمه قوي زي الفراعنه عندهم الايه؟ القمح او الملح عند الرومان. المهم certain commodity use of which it is made، بنصنع من السلعة دي النقود، بنصنع من السلعة دي يلا نقود، أو بنتفق إن السلعة دي هي النقود، وطبعا الاتفاق جه بالتدريجي نتيجة الاستخدام، ماشي؟ اللي بعده
بيقول لك ايه؟ It had to be something. لازم تكون had to معنى must بس في الماضي. وجب ان هي تكون، وجب ان هي زمان يعني. Had to be something in common use. يبقى الشرط رقم واحد. تمام؟ ادي الشرط رقم واحد. رقم C1 معلم. C1. Common use. Common use. يبقى عندي شرطين. عشان عشان السلعة. مش اي سلعة تبقى money. عشان السلعة دي اعتبرها money يبقى لازم يكون عندي شرطين. C1 اللي هو يلا. كومن طلع لي السي 2 الشرط الثاني فاليد لازم يكون عندها فاليد حاجه مهمه مش اي سلعه هفق كده وخلاص ماشي ذات قيمه هتلاقيها في السطر اللي بعده شفتوها ماشي طلعنا الشرطين كونديشن رقم 1 سي 1 يعني كونديشن رقم 1 وسي 2 يعني كونديشن رقم 2 فور اتس اون سيك يا ترى الحاجه دي فاليبل ليه يعني امتى اقول القمح ده فاليبل او الملح فاليبل او الصدفه فاليبل لا الا بسبب استخدامها for its own sake او either for the use او for ornament يعني حاجه بنستخدمها بناكلها زي القمح او الملح بنحفظ بيها الطعام او حاجه مهمه لان شكلها جميل زي الصدف اللي هي ornament اللي هي يلا ornament فيها حاجه شكلها حلو موجوده في الطبيعه وانا عاجبني شكلها وحاجه نادره تمام يبقى الشعوب اختارت سلعه معينه ليه لانها حاجه يلا بنستخدمها لان حاجه يلا ها مهمه وشكلها حلو ماشي جميل نكمل اللي بعده يقول لك ايه؟ And therefore were generally accepted ومن هنا بان هي حاجه ليها قيمه زي القمح او حاجه زي الصدف شكلها حلو بيستخدموها في تجميل البيوت تمام؟ بقت هي حاجه generally accepted المهم IE بمعنى value is directly perceived from the users اول ما اليوزر يشوف شكلة القمح يقول لك الله انا عايز القمح اول ما الشخص في المجتمع ده يشوف الحاجه انا نفسي في جمل انا نفسي في بار انا نفسي في ملح حسب المجتمع بيختلف من مجتمع ايه؟ لاخر فبقينا ضامنين ان هي دي السلعه اللي محدش بيعرف يقول لها لا طب ما نختارها وهي تبقى الماني وخلاص كلنا نبدل بيها تمام جميل خش على بعض at different 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 ايه بقى at different periods at different parts different commodities في ازمنه مختلفه في اماكن مختلفه different parts البشر استخدموا نفس الحاجه ولا سلع مختلفة تختلف من مجتمع لآخر تمام تعال ندي الأمثلة يلا خش معايا على السطر الثاني الأمثلة بدأت الشعوب تستخدم ماني تستخدم يلا ماني such as cattle مجتمع استخدم الكاتل مجتمع استخدم الشيب مجتمع استخدم الفيرز الفيرز ده فرو امتى الفرو يبقى مهم يعني في مجتمع مثلا صحراوي او عايش في افريقيا لا كل ما تطلع في الشمال الدنيا تبقى ايه؟ برد فاصلا الفرو ده سلعه استخدموه هدوم وفي نفس لانه مهم هم عايشين في جليد وفي نفس الوقت ممكن يستخدموك ايه؟ ماني يبقى بكام يا عم البقره دي؟ إيه مثلا بحتتين فار بكام المانجا؟ بحته فار مش عارف ايه فبيبيعوا ويشتروا مع بعض بالايه؟ بالفار تمام؟ ايه كمان؟ ليذر جلد فيش كور تي تي اخوات تي صح كده؟ صوت وايه كمان؟ وملح في مثال ما قلناه بس مش مكتوب الويت القمح زود عندك مثال القمح زي الويت example لازم يكون عندنا examples الويت القمح ماشي وفي مجتمعات ايضا استخدمت التوباكو التبخ خلاص اوكي يا شباب يبقى المهم ان كل مجتمع كان بيستخدم الحاجه اللي المجتمع كله شايفها حاجه مهمه حاجه يلا مهمه ليه عشان ما حدش يعرف يقول لها لا صح كده جميل بيطلع عندنا حاجه اسمها بقى with each terms of trade ايه اختصار اكزامبل ايه اختصار يلا اكزامبل with each يعني مع كل واحده من دول كل مجتمع استخدم حاجه كل مجتمع استخدم يلا فظهر عندنا مصطلح اسمه terms of trade terms of يلا trade of exchange يعني ايه terms of trade of exchange يعني معدل التبادل التجاري معدل يلا هنقابل الكلمه دي كتير قوي تاريخيا معناها اتغير زمان كان معناها البيع والشراء زمان معناها يلا بيع والشراء دلوقتي في العصر الحديث معناها الصادرات والواردات هي برضه بيع وشراء بس ما بين الايه الدول الصادرات والواردات بيع وشراء برضه بس ما بين مين الدول لكن لما نقول بيع وشراء زمان انا مثلا عايز اعرف البيت ده بكام معدل التبادل يعني عايز اعرف البيت ده اشتريه بكام معدل التبادل يعني معدل الشراء او البيع معدل الشراء يلا البيت ده بكام عند الفراعنه ب 100 شتله قمح طب البقره دي بكام بخمس شتلات قمح، طب كيلو المانجا بكام؟ بشتلة قمح. فبقى معدل التبادل كله بنقيمه بإيه؟ بسلعة واحدة. معدل التبادل يعني لو عايز تعرف قيمة الأشياء
عشان تعرف تبدلها وتشتريها بقيت بتعرفها بايه؟ ان احنا ثبتنا سلعه واحده. كمل يلا لغايه ما تلاقي وان ستاندرد كوموديتي. وادي يلا بقينا بنثبت سلعه واحده. يا شاري هي اياها ببدل قمح بمانجا؟ لا مش هي اياها. في المقايضه كنت حر تبدل باللي انت عايزه وهو حر يقول لك او لا. لكن الماني بقينا مختارين حاجه محدش بيقدر يقولها ايه؟ عشان تبقي تقولي لا، صح كده؟ المره دي بقى مش هتقولي ايه؟ لا، لان جبنا حاجه ايه؟ مهمه محدش يعرف يقول لها لا، تمام؟ واللي هي وان ستاندرد ايه؟ كوموديتي، تمام؟ خش على بعده. هنفصل البيع عن الشراء. اكتب لي جنب الفقره اللي فاتت دي كده بقى عندنا يونت اوف فاليو، بقى عندنا يلا بكام البيت؟ ب 100 شتله قمح، بكام البقره؟ ب 5 شتلات قمح، بكام كيلو المانجا؟ بشتله قمح، فبقى عندنا ايه؟ يونت اوف فاليو، وحده قياس. اللي هي احد وسائل الماني. يونت اوف فاليو اللي هي يلا احد وسائل الماني، بقى هنعرف قيمه الاشياء بالقمح، ماشي؟ خش على بعضه. الايه؟ جنب الفقره حبيبي. انا بقول لك اكتبي حاجه فجنب الفقره الاخيره لما بقول لك بقى عندي ستاندرد، بقى عندي معيار، عندي معيار، يعني ايه معيار؟ يعني عايز اعرف البيت ده بكام؟ ب 100 شتله قمح، البقره بكام؟ ب 5 شتله قمح، الكيلو المانجا بكام؟ بشتله قمح، فبقى عندي معيار اعرف بقيمه الاشياء. القلم بكام؟ 5 جنيه، ازازه الميه بكام؟ 3 جنيه. الماني بيعمل يونت اوف فاليو، يونت يلا وحده قياس. ماشي؟ نكمل؟ هنفصل حاجه اسمها البيع عن الشراء، البيع عن يلا الشراء. ازاي هتفصلي البيع عن الشراء؟ يعني بمنتهى البساطة هنعالج عيوب البارتر. هنعالج عيوب يلا البارتر. لو تفتكروا، في حد فاكر الميكانيزم بتاع البارتر؟ هنا بيقول لك ايه؟ هنعمل سيباريتنج. من اهم المميزات اللي حصلت في الكوموديتي ماني، من اهم المميزات اللي حصلت في الكوموديتي ماني يلا كمل لغاية ما تلاقي حاجة اسمها بيرشيسنج بروسيس. بيرشيسنج يلا بروسيس معايا في تاني سطر. بيرشيسنج بروسيس احنا في تاني صفحة في السطر الأول على اليمين. بيقول لك البرشيسنج بروسيس سيبريتد. يعني ايه سيبريتد؟ هنفصلها عن السيلينج بروسيس، يعني هنفصل البيع عن الشراء. هنفصل يلا البيع عن الشراء، وبكده نبقى عملنا اوفر كام، وبكده نبقى عملنا يلا اوفر كام، تغلبنا على اصعب واسوء مشكله في البارتر اللي هي الدبل كوينسيدنس. طلعت مصطلحات يلا نفهمها. الماني اكيد جاي عشان يعالج عيوب البارتر. اول نقود في العالم ظهرت عشان تعالج عيوب مين يلا؟ حد فاكر البارتر كان فيه كده عيب؟ خمسه. اول عيب فيهم كان صعوبه الصدفه او استحاله الصدفه. صعوبه الايه؟ بالصدفه معايا 5 كيلو طماطم، وبالصدفه عايز الاقي واحد معاه لحمه، وبالصدفه هو معاه لحمه، وبالصدفه عايز الطماطم اللي معايا. صدفه 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 كتير قوي كتير قوي صدفه، تمام؟ فبالتالي صعب تحققها، صح كده؟ جميل. هنيجي بقى في الماني الجديد، ان انا ضامن ان اللي قدامي مش هيعرف يقول لي لا. مش معتمد على الصدفه، انا جايب له حاجه مهمه اكيد هيوافق عليها، صح كده؟ وبالتالي انا عليك مشكله الايه؟ الصدفه، تمام؟ نركز. حد فاكر لا سمح الله الميكانيزم بتاع البارتر؟ الميكانيزم كان فيه كام حاجه؟ اربع حاجات، ماشي؟ يلا، اول حاجه كان لازم يكون معايا فائض من الطماطم، وعايز اللحمه اللي مع الشخص التاني، وبالصدفه هو عايز الحاجه اللي معايا وانا عايز الحاجه اللي معايا، يبقى احنا كده عملنا كام صفقه؟ صفقتين في صفقه، عصفورين بحجر واحد، صفقتين حصلوا في نفس اللحظه. يبقى البارتر بيحصل صفقتين في نفس الوقت. انا اديت الطماطم، واخد الطماطم اللي هو عايزها، وانا خدت اللحمه اللي انا عايزها. يبقى كده كام واحد حقق احتياجه؟ اثنين. كل واحد خد الحاجه اللي هو اثنين حققوا احتياجاتهم. لكن في الماني، في الماني انا جاي اشتري منك قلم عشان عايز اكتب، اديتك 3 جنيه، مين اللي حقق احتياجه؟ انا خدت القلم اللي عايز اكتب بيه. هتقول لي طب ما يا شاري التاني محتاج فلوس، هياكل الفلوس؟ لا. هيشرب الفلوس؟ لا. هياخد بقى الفلوس بعد كده يبقى يشتري بيها احتياجاته. فأي صفقة فيها ماني واحد بس اللي بيحقق احتياجه. أي صفقة فيها إيه؟ واحد بس اللي بيحقق طالما هيستخدمها أز ماني، تمام؟ طيب هشتري إزازة مية، وأنا عطشان جدا خدت إزازة المية شربتها، هو خد 3 جنيه، مين هنا اللي حقق احتياجه؟ أنا بس شربت مية. أما هو خد إيه؟ فلوس. لا يعرف ياكلها ولا يعرف يشربها، هياخدها بقى بعد كده يبقى يشتري بقى اللي هو محتاجه. فاذا وجد الماني كم واحد بس اللي بيحقق احتياجه؟ واحد بس. ماني يبقى في صفقه واحده بيكتبه. ماني يبقى في صفقه واحده، لكن في البارتر كان في كم صفقه؟ اثنين في واحد. احنا بقى عايزين نفصل العك كده، عايزين نخليها صفقه واحده. فهنفصل البرشيسنج عن السيلينج. برشيسنج يعني يلا السيلينج. يعني هنحط على مشكله
الدبل كوينسيدنس، ما بقتش قاعد مزلول ومستني واحد عايز الحاجه اللي معايا وانا عايز الحاجه اللي معاه، اللي هو كان اسوأ عيب فين؟ في البارت. عالجناه ازاي؟ ان احنا اخترنا سلعه مهمه، سلعه كومن، سلعه فاليبل، سلعه ما حدش يقدر يقول لها لا، فحطينا على مشكله الايه؟ الصدفه. تمام كده؟ فهمتوها؟ جميل. نكمل الفقرتين بقى الاخرى. داس individuals، داس يلا individuals تمام، كان سيل ذا سيربلس، اي حد دلوقتي معاه فائض يبيعه وياخد مقابله ماني، ياخد مقابله ايه؟ ماني، اللي هي اهم سلعه في المجتمع دلوقتي زي القمح. تمام، سيرتن ايتمز، هيبيع السيربلس اوف سيرتن ايتمز مقابل فور، مقابل فور، مقابل ايه؟ انذر ايتم. الانذر ايتم دي بقى اللي هي الماني، الانذر ايتم اللي هي مين يلا؟ ماني، اللي هي الحاجه المهمه. والجنرال بيرشيسنج باور، عرفت منين يا شادي؟ لان هي حاجه ذات قوه شرائيه، ذات ايه يلا؟ الحاجه اللي احنا متفقين عليها، وجنرال يعني حاجه عامه، يعني المجتمع كله موافق عليها، تمام؟ جنرال بيرشيسنج باور اند يوز ذا لاتر، لاتر اللي هو مين؟ هبدل شويه طماطم بقمح، او هبدل شويه مانجا بقمح. القمح بقى اللي هو اللاتر، القمح اللي هو يلا؟ اللاتر الاخير في المثال هو ده اللي المجتمع متفق عليه، اجيبه بقى واشتري بيه اللي انا عايزه. تمام كده؟ وضامن ان محدش هيقول لي لا، يبقى انا عرفت مشكله الايه؟ الصفر. نخش على العيوب يلا. احنا قلنا كل النقود لها مميزاتها وليها عيوبها، تمام؟ مين الذكي اللي يطلع لي مميزات الكوموديتي ماني؟ اول حاجه بقى عندنا ستاندرد، بقى عندنا يلا؟ يعني بقى عندنا يونت اوف فاليو، يونت اوف فاليو، يونت اوف فاليو، بكام البيتا؟ بكام الشكل؟ بكام الجاموسه دي؟ بكام البقره دي؟ بخمس شكلات، فبقى عندنا وحده قياس، وحده يلا؟ قياس. اثنين عالجنا مشكله الصدفه، عندنا مشكله دي يلا؟ هل معنى كده ان الكوموديتي ماني بيرفكت ولا فيها عيوب؟ عيوب طبعا، كمان الله سبحانه وتعالى، اي حاجه من صنع البشر ليها مميزاتها وليها عيوبها، تمام؟ طيب، هابيبل ذيس كايند اوف ماني اللي هو مين؟ كوموديتي ماني، ذيس كايند اوف ماني اللي هو مين يلا؟ كوموديتي ماني اللي هو النقود السلعيه، تمام؟ هاد اتس اون بيتفلز، يعني بيتفلز عيوب. العيوب دي ان هي لاك، لاك ثلاث حاجات. ولما نقول لاك، لاك تشمل ثلاث معاني او تشمل معنيين، بلاش اصعبها عليك، خليها معنيين بس، هنا بمعنيين لاك بالظبط كده، غياب ونقص، يعني الحاجه دي مش موجوده خالص، يعني نقول لاك اوف ريسبكت، يعني الواد ده ما فيش، ما عندوش بذره جنيه احترام، او الاحترام بتاعه ايه؟ قليل. فكلمه لاك معناها يلا غياب او ايه؟ او نقص، ماشي؟ غياب او نقص ثلاث حاجات، ديورابيلتي، بورتابيلتي، ديفيزابيلتي، تمام؟ ونذاكرهم كده دي بي دي، يعني بعد ما اذاكرهم وافهمهم او مربطهم دي بي دي، تمام؟ ايه ديورابيلتي دي؟ لاك اوف ديورابيلتي، لاك يلا علينا على كلمه لاك ورقم الثلاث حاجات، لاك ورقم الثلاث عيوب، لاك اوف ايه؟ ديورابيلتي، ولاك اوف ايه؟ اسمع، ولاك اوف ايه؟ بورتابيلتي، ولاك اوف ايه؟ ديفيزابيلتي، تمام؟ صعوبه ونقص ثلاث اشياء، يلا بينا. ديورابيلتي، الفلوس في عند الفراعنه كانت القمح، ماشي؟ مفيش ثلاجات، مفيش غسالات، شويه وايه؟ هيبوظ. المصريين بذكائهم وعبقريتهم، المصريين القدام كانوا بيفكروا، تمام؟ مش زي اللي احنا عايشين فيه خالص دلوقتي يعني، تمام؟ المهم قدروا يخلوا القمح يعيش بالسنه وبالسنتين في صوامع قمح، مع ان مفيش ثلاجات. قدروا يخلوا القمح يعيش سنه وسنتين من غير ما يبوظ. انت متخيل العبقريه؟ تمام؟ بس برضه هيجي له وقت وايه؟ يبوظ. برضه مش هيعيش للابد. تمام؟ اللحمة اصطدتها، قطعتها، أكلتها، يومين ثلاثة أربعة من غير ثلاجة هتبوظ. تمام؟ وهيتلم على الدبانة وهتبهدلك. طيب اكتشفنا طريقة الإيه؟ الملح، إن إحنا نحفظ الحاجة في الملح. برضو آخرك هتحفظها شهر شهرين أقصى حاجة وبعد كده هت إيه؟ هتبوظ. تمام كده؟ فإذا الحاجة ديورابل ممكن تعيش فترة بس الديورابيلتي بتاعتها إيه؟ لأن مش كل الناس عاملة زي الفراعنة. جبت فاكهة سبتها يومين ثلاثة قطفتها هتبوظ. فاذا الديورابيلتي قليله، الديورابيلتي ايه؟ الحاجه دي ما بتعيش، مش زي الذهب والفضه اللي هيعيش لمئات والاف السنين. يبقى عندنا مشكله في الديورابيلتي، عندنا مشكله في ايه يلا؟ الديورابيلتي يعني يلا؟ المتانه، الحاجه دي مش قويه، مش قويه يعني ما بتعيش كتير. مش قويه؟ الامن والنتانه صح؟ متانه يعني يلا؟ ها؟ متانه يعني ايه قوه؟ القوه بتاعتها قليله، القوه بتاعتها يلا؟ ما بتعيش. تمام؟ مش بس كده. في مجتمع تاني كان بيعتبر الفلوس هي البقره او المعزه او الجمل. ده بياكل ويشرب وممكن يجيله فيروس يموت في اي لحظه. واحد ثروته 100 جمل جاله فيروس موت ال 100 جمل، قعد يعيط بقى، تمام؟ وبياكل وبيشرب ومجهود كمان. فالفلوس هنا مجهده وما بتعيش الى الابد، عاش 20 30 40 سنه هيجيله فتره ويموت، تمام؟
يبقى الحاجه lack of durability، مشكله يلا durability. تاني مشكله portability، بكام يا ابني البتاع ده؟ بشتله قمح. طب بكام البيت ده؟ ب 1000 شتله قمح. اشيلهم ازاي دول؟ محتاج بقى معاه قبيله عشان نقعد نشيل 1000 شتله قمح، تمام؟ نروح لمجتمع تاني بيعتبر الفلوس الجمل، تمام؟ كل مجتمع بيثبت سلعه، تمام؟ بكام البيت ده؟ 100 ناجه حمراء، تمام؟ هروح اجيب من 100 ناجه حمراء واجي، هتقلب في الطريق وهتسرق في الطريق، ده انا محتاج جيش يحميني اصلا، تمام؟ يبقى عندي مشكله في النقل، والمشكله النقل بتبان في الكميات لما تكون صفقه كبيره، لو صفقه صغيره عادي، مشكله في الصفقات الكبيره، تمام؟ اخر حاجه الفيزابيليتي، مشكله يلا القسمه، مشكله القسمه. انا مثلا عايز اشتري منك حاجه، لسه البشر ما كانش اكتشف الميزان والوزن، فصعب ان انت تقسم الحاجه. الملح ماشي بالكيس، مره الكيس يبقى كبير، مره الكيس يبقى صغير، مش عارفين نوزنه، تمام؟ شتله القمح مره تلاقيها شتله كبيره، مره تلاقيها شتله صغيره، ما لهاش ماسكه كده، تمام؟ فصعب تقسيم الموضوع. مثلا الجمل لو في مجتمع الجمال، الجمل ممكن يجيب لي 100 كيلو طماطم، بس انا عايز كيلو واحد ومش عايز اموت الجمل اللي معايا، فعشان اجيب ال 100 كيلو طماطم يبقى هديله الجمل واخد 100 كيلو ايه طماطم، هيبوظوا مني، مش عايزهم كلهم، انا عايز كيلو واحد بس. طب انا لازم اقطع بقى حته من الجمل فهيموت، هقسمه ازاي بقى من غير ما يموت؟ مش هتعرف. فصعوبه التقسيم، صعوبه يلا برضه في الصفقات الايه كبيره. يعني الكوموديتي ماني كانت شغاله وزي الفل طول ما الصفقات ايه؟ صغيره. تبدا صعوبتها تكتر اكتر كل ما الصفقات تكبر، تمام؟ خصوصا لما يكون كائن حي بيموت او زراعه او محاصيل برضه ما بتعيش للايه؟ للابد. عايزين حاجه بقى الديورابيلتي بتاعتها قويه. الديورابيلتي بتاعتها قويه بتعيش. يظهر عندنا مين بقى؟ اللي هي ماني برضه. وسائل الاشتراك برضه. ويونت اوف فاليو برضه. بنعرف بقى قيمه الاشياء. ولكن الجديد ان المعادن بتايه؟ بتعيش. ومعادن قويه جدا بتعيش لالاف السنين زي الذهب والايه؟ والفضه، تمام؟ نخش يلا على الميتاليك ماني، ايه رايك اول فقره بسرعه؟ معاكم 10 ثواني عشان تفهموا يعني ايه ميتاليك ماني. وبالتالي يا شباب المعادن جايه كماني، كل ماني ناخدها كده قاعده عشان اخد 50 نوع ماني، انواع الماني كتير جدا. كل نوع ماني بيوفر نفس الوظيفه اللي هي ايه؟ وسيله اللي ايه؟ ميديم اب اكستشينج، ميديم اب اكستشينج، خلاص؟ في نفس الوقت بيحاول يعالج عيوب اللي قبله. اصعب عيب في النقود السلعيه ان هي كانت ايه؟ بتبوظ، ما هياش ديورابل، بتبوظ، ما هياش يلا ديورابل. طب ايه الحل؟ اجيب حاجه ديورابل، مين بقى اللي هيستحمل ويبقى عنده متانه وقوه ويستحمل؟ ميتاليك ماني، تمام؟ ميتاليك ماني. طيب عندنا اولا كده سيرتن ميتالز، ده التعريف، مش هنقول كل مره نعمل يلا؟ تعريف؟ حد يفكرني؟ بنعمل يلا في كل نوع من انواع النقود بنعمل يلا؟ تعريف، بعد كده ايه؟ امثله وايه كمان؟ مميزات وعيوب، تعريف وامثله ويلا؟ تعريف وامثله، تعريفه ايه؟ كل النقود اللي انا فيه كده؟ بعد كده مميزات وايه؟ وعيوب، تمام؟ طيب لما نيجي ندور بنعرف ازاي زمان الناس كانت بتعمل، عرفنا منين ان الفراعنه بيعبدوا ايه وبيعملوا ايه وكانوا بيعملوا مومياات والكلام ده كله، بنعمل ايه؟ بنحفر في الارض نكتشف حاجات، صح؟ فكل الحضارات نيجي نطلع في الارض فنلاقي كوينات بداوا يستخدموا الذهب والفضه من امتى؟ ماشي؟ والمعادن والحديد والبرونز. فنرجع لورا 2000 سنه، نرجع لورا كام سنه يلا؟ 2000 سنه، اكتر من 2000 سنه قبل الميلاد كان الانسان بدا يتمكن من المعادن ويشكلها ويظبطها ويعمل كل اللي هو عايزه، تمام؟ يكتشفها. شويه شويه اتمكن منها اكتر لغايه ما وصلنا للقرن السابع قبل الميلاد بي سي، يعني بيفور كرايست، بي سي يعني يلا؟ بيفور كرايست، قبل المسيح او بيفور كريستيانيتي، تمام؟ وبالتالي بدا الانسان يستخدم الكوينز، تمام؟ اللي هي الكوينات، يبقى الانسان مر بمرحلتين. المرحله الاولى كان بيجيب الذهب ككتله. بكام يا عم كيلو الطماطم؟ بجرام، يقوم جايب له جرام ذهب. طيب بكام البيت ده؟ ب 10 جرام ذهب، اقوم جايب له سبيكه، سبيكه شكلها مربع مدور، حته كتله ذهب كده. ونوزنها تطلع 10 جرام، تطلع يلا؟ 10 جرام. فاديله ال 10 جرام ذهب يديني الايه؟ البيت. ابقى انا مالك البيت. فكان الاول بنشتري بالكتله، بالسبائك. الذهب والحديد والمعادن كان كايه؟ كوزن، بنعتمد على الوزن، تمام؟ طيب الميزان ده صعب، وفي ناس بتغش في الميزان، لا وكمان مش كل لما نيجي نشتري محتاجين ميزان. عايز تشتري طماطم، تشتري مانجا، تشتري فاكهه، تشتري لحمه، كده كده طول الوقت محتاج ايه؟ ميزان. ولسه كان البني ادم لسه مخترع الميزان، والميزان ده مش سهل، مش موجود في كل حته، تمام؟ فقال لك خلاص الدوله تتدخل، الدوله يلا وتعمل حاجه اسمها سيرتيفيكيشن اند ستاندرايزيشن، الدوله تعمل يلا سيرتيفيكيشن اند ستاندرايزيشن، وتحط الختم بتاعها، تعمل ستاند، تعمل يلا ستاند، وتعمل كوين، تجيب ال 10 جرام دهب نفس السبيكه اللي هي كانت كتله كده بنوزنها تطلع 10 جرام،
ونقوم عاملينها على شكل مدور ونحط عليها اللوجو بتاع الملك، صوره الملك او شكل الملك، والختم بتاع الدوله، مش ختم حبر لسه ما كانش اخترعوا الحبر، ختم يعني اللوجو بتاع الدوله، اللوجو بتاع الدوله اسد نسر كده، ونكتب عليه 10 جرام ذهب. ايه ده؟ يبقى انا كده فهمت ايه؟ هل كل ما اجي اتعامل بالكوين ده محتاج اوزنه؟ لا. ولا خلاص الكوين ده معتمد؟ معتمد وموزون. يبقى احنا كده في انجزنا وسرعنا، يبقى ليه الدوله ختمت الختم بتاعها وقالت ان ده ذهب بيور، وقالت ان ده 10 جرام عشان تسرع المعاملات. يبقى الذهب نفسه والمعادن مرت بكام مرحله؟ 2. المرحله الاولى اللي هي مرحله الايه؟ السايز والويت، كنا معتمدين على الحجم والوزن، وكل مصفقه هنيجي نعملها هنقعد نوزن وميزان وخيله وتضيع وقت لغايه ما الدوله تدخلت وحطت اللي هي يلا الختم بتاعها، عملت حاجه اسمها الستاندرد ماني او الكوينز. ستاندرد ماني يلا كوينز، ختم زمان اللي هو صوره الملك ولوجو الدوله، الشعار بتاع نسر او صقر او ايا كان، كان دايما كل دوله عندها حيوان ماشي بيمثلها يعني كرمز للقوه او كده. اوكي؟ طيب مين اللي قال المرحلتين دول ومين اللي حلل التحليل العبقري ده؟ ارسطو. تمام؟ ارسطو قال حاجات كتير غلط وقال حاجات كتير صح، يعني مش كل كلامه صح بس كان عبقري بكل المقاييس، لانه قال الكلام ده من اكتر من 4000 سنه ماشي. المهم الراجل ده بيقول ايه؟ او من الاف السنين يعني عبقري بكل المقاييس. فلما نيجي نشوف كلامه ساعات كلامه يبقى بيوصف حياتنا النهارده حتى لو غلط في شويه حاجات فهو قال حاجات صح ماشي. المهم ارسطو قال المرحلتين دول. السؤال بقى اللي بعده، النقود كده او الذهب او الفضه، هل كل الشعوب استخدمت الذهب والفضه؟ لا. الاول اكتشفنا البرونز، اكتشفنا الحديد، كل المعادن ديورابل ولا مش ديورابل؟ كل المعادن ديورابل، بس بدانا نكتشف ان البرونز ضعيف بيتكسر بسرعه، الحديد ممكن يصدي، لغايه ما بدانا ناخد بالنا ان اقوى معدنين هم الفضه والايه؟ الذهب. ولذلك الاكثر استخداما ذا بيست ميتال، ذا بيست ايه؟ ميتال هو مين؟ جولد. تمام؟ ويليه مين؟ سيلفر. الجولد ويليه يلا؟ سيلفر. تمام؟ الجولد ويليه على طول السيلفر. بعد كده هناخد المميزات والعيوب ونشرح فكرتين كده صعبين قوي بس انا هخليهم لكم سهلين جدا 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 ماشي؟ نقرا يلا مع بعض. certain metals، certain يلا metals، معادن معينه came to be used in the ancient times، في العصور القديمه as a money. the use of metals could be traced. طب من امتى يا عم شادي بدانا نستخدم المعادن؟ يمكن تتبعه والرجوع الى الوراء لاكثر من 2000 ايه؟ سنه. more than 2000 years before Christianity، لاكثر من 2000 سنه قبل الميلاد. تمام؟ بعد كده however certification and standardization، الاول اكتشفنا الذهب كده بيستخدموه كسبائك ككتل. امتى بقى الدوله تدخلت وعملت الكوين اللي ساعات بنكتشفه برضه في المقابر وتحت الارض والحاجات دي؟ امتى الكوينات؟ في القرن السابع قبل الميلاد، في القرن يلا؟ سابع قبل الميلاد، الدوله دخلت وعلمنا على الاثنين دول، يلا certification and standardization. certification and standardization. الدوله دخلت قالت الكوين ده شكله مدور، عليه لوجو الملك، وزنه 10 جرام، وزنه كام يلا؟ او جرام، في كوين بجرام، في كوين ب 2 جرام، في كوين 3 جرام، وفي كوين ذهب وفي كوين فضه، حتى العرب كانوا يتعاملوا بالدينار والدرهم، واحد منهم ذهب والثاني ايه؟ فضه، وليهم اوزان مختلفه، ماشي؟ يلا in the form of coinage emerged in the 7th century BC. يلا نشوف ارسطوطل وهو بيحل. مين ارسطوطل ده؟ هو ارسطو. ارسطو بالانجليزي ارسطوطل ماشي؟ اليوناني اصلا كان يوناني. المهم observe it in this regard. لاحظ هذا الشأن وكل الكلام اللي جاي اللي في اخر الصفحه كلام من ارسطو. يلا شوف بقى العبقريه وهو بيحلل من زمان الكلام الموجود دلوقتي. The various necessities، various يلا necessities of life are not easily carried about. يعني كده عايز اقول لك ايه؟ بشرح في حته مهمه جدا، حته صعبه هنخليها سهله وجايه في الامتحان، فنركز ابوس ايديكم ماشي؟ يلا ارسطو بيقول ايه؟ بيقول الحياه سهله ولا الحياه صعبه؟ بيقول are not easily، are not easily، يبقى الحياه ايه؟ are not، not، are not، are not، ليس من السهل. خلاص؟ بيقول لك الحياه مش سهله، يبقى الحياه يلا صعبه، تمام؟ انك توفر اكل يومك واكل عيالك وانك تحمي نفسك من الشعوب اللي حواليك اللي بتيجي تحتلك وتقتلك، الشعوب كلها بتفرم في بعض في الوقت ده، الحياه صعبه، الحياه يلا صعبه. ولذلك يا جماعه محتاجين نتفق على طريقه، محتاجين ايه يا رجاله؟ نتفق على طريقه سهله نقدر نوفر بيها احتياجاتنا. الطريقه دي ماني، وسيله نشتري ونبيع بيها، وتكون حاجه ما بتبص، مش هي القمح بقى ولا الجمل اللي بيبوظ مني في ثانيه، لا، عايز حاجه بتعيش. ومن هنا بقت حاجه مهمه ذات قيمه وهي الذهب والايه؟ والفضه والمعادن، ماشي؟ يلا بينا. بيقول لك ايه؟ The various necessities، various يلا necessities of life are not easily carried about، وبالتالي and hence men agree to employ their dealings in بشر، بداوا يتفقوا ان هم يسووا معاملتهم with each other with something with whose intrinsically، يعني intrinsically
هي اصلا في حد ذاتها حاجه ذات قيمه زي المعادن. تمام؟ intrinsic useful and easily applicable. easily يلا. فالمعادن زي الحديد ممكن اعمل بيها سيوف، ممكن ادخلها في البنى، وفي نفس الوقت ممكن اعملها كوينات او استخدمها كايه؟ كوسيله للشراء، وسيله يلا شراء. الذهب نفس الكلام، ممكن يبقى جواهر البشر طول العمر بيستخدموه في الزواج. تمام؟ فكره الدبله اصلا فكره فرعونيه، يعني كعاده فرعونيه وبعد كده انتشرت فين؟ في العالم. تمام؟ فالبشر بيستخدموا الحاجات دي من زمان قوي، ماشي؟ طيب، وبالتالي هي حاجه ذات قيمه وسهل استخدامها فور ذا بيربز اوف لايف. فور اكزامبل عندنا النقود المعدنيه مرت بكام مرحله؟ اثنين. اللي هي مرحله الاول الوزن، بعد كده دخلنا في مرحله الايه؟ الكوينات وتدخل الدوله، ماشي؟ يلا. بيقول لك فور اكزامبل جولد سيلفر ايرون اند ذا لايك، وما يشابه زي البرونز والنحاس مثلا، اند ذا لايك وما يشابه، يعني معادن كتير اتسترا، يعني اند ذا لايك زي ايه يلا اتسترا الى اخره. المعادن كلها استخدموها البشر. The value was at first measured by size and weight. واحد، دي المرحلة الأولى. بكام البيت ده؟ ب 10 جرام. يوم أقوم جايب له حتة ونوزنها وتطلع كام؟ 10 جرام ده أشتري منه البيت. ماشي؟ Size and weight. But the process of the time and foot stamp مع مرور الوقت الدولة تدخلت ووضعت ختم الدولة اللي هو مين بقى؟ لوجو الملك وشكل الملك ووزنته. عملت ستامب، عملت يلا؟ ستامب. ليه بقى؟ ليه الدولة تدخلت وعملت ستامب اللي هي الكوين؟ عشان نوفر وقت وجهد، عشان نوفر يلا؟ وقت وجهد. To save the trouble of waiting and to mark the value، ونبقى عارفين الكوين ده بيسوى كام بدون ميزان بقى وخيلة الميزان والوزن وتضييع الوقت. ماشي؟ من ملحوظة أرسطوطل هنقول إن النقود مرت بكام مرحلة؟ اثنين. يلا؟ بنعيد الكلام تاني بس بمصطلحات بقى. يلا؟ The previous observation summarized that the different stage of metallic money. عندنا different stage. different يلا stage. يلا رقمهم لي. أول مرحلة اسمها إيه؟ weight money. يعني إيه weight money؟ النقود الموزونة. يعني كنا بنعتمد على إيه؟ على الميزان. بكام الحاجة دي؟ ب 10 جرام. بكام الحاجة دي؟ ب 6 جرام. بكام الحاجة دي؟ ب 7 جرام. فنجيب الحاجة ونإيه؟ نجيب المعدن ونإيه؟ ونوزنه. تضييع وقت. تضييع وقت، تمام؟ المرحلة الثانية اسمها ايه بقى؟ ستامب او هيها كوينز. ستامبد كوينز اللي هي مرحلة الكوينز. ستامبد يلا يعني مرحلة الكوينز. ستامبد ماني اللي هي مين؟ الكوينات. تدخل الدولة. هنا الدولة تدخلت ووفرت علينا الوقت اللي كنا بنضيعه في الايه؟ في الوزن وفي الشكل على الميزان، ماشي؟ عرفوا المصطلحات. نخش على بعض. مميزات الميتلز، اعمل لي عليها علامة بلس، علامة بوزيتيف، علامة بلس. مميزات الميتل، مميزات الميتل، مميزات الميتل. خلت التبادل اسرع واسهل، وفي نفس الوقت ها عالجنا بعض العيوب اللي كانت موجوده فين؟ عيوب مين؟ اللي قبل كان مين؟ كوميرتي ماني. تمام؟ يلا بينا. بيقول لك ايه؟ مبدئيا كده ميتلز وير سيلكتد، ميتلز يلا يعني تم اختيارها، تشوزن. تمام؟ فور ذا، يلا نرقم المميزات. الفقره دي كلها مميزات. واحد ديورابيلتي، اثنين كونفينينت سايز، 10 جرام دول قد كده فحجمهم صغير جدا. تمام؟ اورنمنتال كواليتيز، سهل ان احنا نشكلها ونزخرفها، بقى في فكره المعادن والجوهرجيه يقدروا يتحكموا في الايه؟ في الاشكال. تمام؟ ايزلي هاندلنج، سهل تشيل سر الدنانير ولا شويه دهب معاك تقدر تشتري بيهم اللي انت ايه؟ عايزه. تمام؟ سيرتينيتي اند ريلاتيف سكيرستي، والندره الايه؟ نسبيه، مش بيطلع في الحنفيات وعلى الشجر، فمش فجاه هنلاقي ناس معاها فلوس كتير. طالما هو نادر نسبيا، نادر يلا نسبيا، فين وفين لما نلاقي منجم جديد فيبقى القيمه بتاعته ايه؟ مستقره. القيمه بتاعته يلا مستقره، فنلاقي عندنا حاجه اسمها ريلاتيف استابيليتي. ريلاتيف يلا استابيليتي. تمام؟ استقرار قيمته النسبيه. انزل معايا السطر اللي بعده. تمام؟ بيعيد تاني في الامثله. جولد سيلفر كفر، جولد سيلفر كفر، كل دي امثله الشعوب استخدموا كل ده لغايه ما اكتشفوا ان الجولد هو احسن معدن. تمام؟ يلا ركزوا معايا بقى في اللي جاي، عشان اللي جاي ده كله هنقسمه لفكرتين، ماشي؟ أول فكرة اسمها فول بادي ماني، اسمها يلا فول بادي ماني. يعني إيه فول بادي ماني؟ يعني نقود مدعمة بالكامل، نقود يلا؟ أو زي ما الدكتور قال عليها في المحاضرة، نقود ليها قيمتين، نقود ليها يلا؟ قيمتين. قيمتها كإيه وقيمتها كإيه؟ يلا طلعهم لي. كسلعة أدي واحد. ما هي السلعة هي الجود. تمام؟ نقود كسلعة. كلامك صح. دي أول واحدة. وكميديوم اوف اكستشينج. يبقى انا دلوقتي معايا كوين ذهب. ده ليه كام قيمه؟ اثنين. تمام؟ اول قيمه اصلا ان هو ذهب. يبقى قيمته كايه؟ جود. ثاني قيمه ان هو كوين فلوس.
بيشتري يبقى قيمته كايه؟ اه عندك مكتوبه ميديا وفيكس تشينج، اكتب لي فيها ماني رقمهم يلا جود وميديا وفيكس تشينج، جود وميديا وفيكس تشينج. يبقى نقرا الفقره تاني مع بعض من اول كلمه فول بادد ماني، نفتني في فقره ثالث سطر اللي عليها مستطيل تمام في الصفحه رقم 7. فول بادد ماني هاز دبل فاليو، دبل يلا فاليو النقود الكوينات دي لها دبل فاليو، هوز فاليو از ا جود ادي واحد قيمتها كسلعه لان اصلا ده ذهب له قيمه او الحديد له قيمه، ممكن يتعامل بيه سيوف، ممكن يتعامل بيه جواهر تمام او مجوهرات وهكذا. ان نون مونيتري بيربوس يعني كده ما بنعتبروش كماني، نون مونيتري، نون مونيتري يعني مش كايه مش كنقود، كسلعه كايه كسلعه، هو اصلا معدن له استخدامات، معدن له يلا استخدامات. اثنين اند اتس سيم فاليو وله نفس القيمه as a medium of exchange، لو يلا نفس القيمة أو قيمة مساوية، قيمة يلا equal equal same value as a as medium of exchange، يلا اختصر لك medium of exchange في كلمة واحدة money money كوسيلة للتبادل كمان خلاص. فيطلع عندنا حاجة اسمها the approximately equality، approximately يلا equality ما بين قيمته كمعدن هو ذهب أصلا ومن قيمته ككوين هو كوين الدولة عاملاه بيشتري ويبيع تمام كده. فعنده حاجه اسمها approximate equality، approximate equality يعني تقارب القيمه تقريبا تقريبا. طيب مثلا عشان نفهم، انا معايا كوين مكتوب عليه 10 جرام ذهب وختم الملك وتاج الملك وشكل الملك، معايا وفاهمين تمام. وبالتالي وبالتالي فاسال البيت ده بكام، يقولوا لي البيت ده بالكوين. اقول لهم يعني ايه؟ يعني الكوين اللي في ايدك ده يجيب البيت، فالكوين مكتوب عليه كام يلا 10 جرام، فانا عرفت ان قيمه الكوين اللي فيه ده اللي مختوم من الدوله وعليه صوره الملك تمام يجيب لي البيت ده، يشتري البيت ده. طيب جالي تاني يوم واحد بيقول لي انا عايز اشتري منك البيت، عايز اشتري منك يلا البيت، قال لي بكوين 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 اللي هو 10 جرام. قلت له طب انا معيش كوين بس انا عندي ده في البيت حته كده ب 10 جرام تنفع تشتري البيت؟ قال لي اه هبيع لك البيت. يبقى هنا البيت يسوى ايه؟ يسوى الكوين اللي هو 10 جرام. ولو جبت الكوين نفسه وسيحته وبقى بسبيكه صغيره كده يشتري لي البيت برضه لانه ما زال وزنه 10 جرام، فهمنا الفرق؟ فقيمته كذهب كذهب 10 جرام يجيب لي البيت، وقيمته ككوين يجيب لي برضه الايه؟ البيت، فهي اياها قيمته تقريبا متساويه، قيمته تقريبا يلا. هل التساوي ده هيفضل للابد ليسو ولا هيتغير؟ ممكن يتغير. يتغير ازاي؟ مش الذهب ده سلعه؟ وطالما سلعه هو جود يبقى خاضع لفكره العرض والطلب، العرض والايه؟ يلا حاجه نادره والطلب عليه عمال يزيد، الطلب عمال يزيد، الطلب عمال يزيد، الطلب عمال يزيد، ركز كده. الناس نسيت ان الكوين ده وزنه 10 جرام. بقى لهم 15 20 30 40 سنه بيتعاملوا بالكوينات. عايز بيدققوا بقى الكوين ده كام جرام؟ بقى بالنسبه لهم كوين، بقى بالنسبه لهم يلا كوين، تمام؟ فعارفين ان الكوين يشتري بيت، الكوين يلا يشتري بيت، ولكن الثقافه اتغيرت، بقى في حاجه اسمها الدبله، بقى في حاجه اسمها مجوهرات، بقى الدهب ده بيتجوز، بقى في نفس الوقت الملوك بيلبسوا تيجان عليهم ذهب تمام. فالناس الشعب دايما بيحب يقلد الملوك، احنا عايزين نقلد الملوك ونلبس زيهم تاج او نلبس زيهم مجوهرات. فبدا الطلب يزيد على ايه؟ ده. على الذهب، الطلب يزيد على الذهب، الطلب يزيد على الذهب. فالذهب نفسه كسلعه، الذهب نفسه كايه؟ كسلعه، كذهب، كمعدن قيمته ايه؟ زياده، بقت حاجه مهمه وبقى الناس بيستخدموه كتير بالذات في الزواج ماشي؟ في كل الشعوب تقريبا او في معظم الشعوب. وبالتالي يوم اللي يحصل يوم يجي بعض الناس يقول لك ايه؟ ده ال 10 جرام النهارده دهب ده ممكن يجيبوا لك ست بيوت. ده ال 10 جرام بعد ما كان زمان ال 10 جرام يجيبوا ايه؟ بيت. خد بالك الناس بتتعامل مع الكوين على انه لسه ما زال كوين، ما عادش واخدين بالهم من الوزن. الكوين ده بيجيب بيت ولسه فاكرين ان الكوين ده بيجيب بيت. لكن لو معاك 10 جرام دهب ده انت ممكن تتجوز بيهم، ده انت ممكن مش عارف تعمل ايه، ده انت ممكن تشتري 100 بار، ده انت ممكن مش عارف تشتري ايه، ده انت ممكن تشتري مصنع كبير، ده انت ممكن تشتري مزرعه كبيره، ده انت ممكن تشتري حاجات كتير قوي. فالناس يقوموا عاملين يلا يلا شباب يقوموا جايبين الكوين، الكوين لو كوين دلوقتي بيجيب بيت، بس لو معايا ده هيبقى قيمته ايه؟ اعلى. فالقيمه ما عادتش ايكوال، القيمه ما عادتش يلا. ليه؟ لان الناس بقت عايزه الذهب كذهب في هذا المجتمع، عليه طلب على الذهب، يقوموا مسيحين الذهب واخده شاري بيه اللي هو عايزه، مسيح الذهب ويخليه ايه؟ سبيكه، لان الكوين لسه ما زال بيجيب ايه؟ بيت. لكن لو سيحته وخليته ذهب قيمته هتبقى ايه؟ اعلى. ليه اللي حصل؟ عشان الطلب زاد على الذهب والمجتمعات بقت بتحب الذهب اكتر. ماشي؟ طيب مثال تاني، يجي واحد بهنا العرض والايه؟ الطلب، خلت الذهب نفسه اعلى من قيمه الكوين، فالناس تاخد الكوين وتسيحه وترجعه ايه؟
دهب خلاص سبيكه بالظبط كده. مثال تاني واحد عرف بس الواحد ده جوهري شاطر وزي ما في ناس النهارده بتزور فلوس الورق كان برضو في زمان ناس بتزور الفلوس الايه الكوينات تمام يعملها ازاي دي بقى يقوم جايبين الكوين خلاص مسيحه الكوين ب 10 جرام واخد منه 5 جرام عاملهم سبيكه صغيره 5 جرام دهب اهو معاه دهب يشتري باللي هو عايزه وقيمته بقت زايده قيمته بقت ايه عاليه في هذا المجتمع يعملوا دبله ويتجوز بيه ايا كان وبعدين يقوم عايز يرجع الكوين زي ما كان ده بقى ايه مزور وحرامي وعبقري ونصاب تمام يقوم عامل ايه بقى بس بيستخدم ذكائه في الشر يقوم جايب الكوين عامل تاني نفس الشكل بس حاطط عليه شويه نحاس شويه حديد شويه برونز وطاليهم بالذهب وطاليهم بالياقه بحيث ان وزن الكوين يفضل زي ما هو كام 10 جرام لكن هو ما عادش ذهب مغشوش ما عادش ذهب خام خلاص يبقى كده المعلم ده كسب مرتين اولا خد شويه ذهب عملهم سبيكه اشتري بهم اللي هو ايه عايزه ودخل السوق فلوس سيئه بعد ما كان الكوين بيور بقى الكوين دلوقتي مليان ايه نحاس وحديد وشوائب مش ذهب وصلت الفكره فظهر عالم وزير ماليه بريطاني اسمه جريشام اسمه يلا جريشام القاعده بتقول ان الباد ماني ان يلا باد ماني بتطرد الجود ماني اللي يلا الباد ماني بتطرد مين جود ماني فالناس عشان هي عايزه ذهب تجيب الذهب وتسيحه وتصور فيه وتصور في الكوينات وتطرد الجود ماني فالجود ماني اللي هي كانت النقود الذهب البيور الذهب يلا تختفي من السوق تتسيح ناس تسيحها وتحولها لذهب وبدلها ينزلوا فلوس مزوره اللي مليانه نحاس وايه وحديد ماشي متفقين اوكي نرى مع بعض الفكره جريشام لا فكره يلا جريشام لا بيقول لك فكره المساواه فكره المساواه دي مش هتظل للابد However, such equality wasn't constant. Wasn't يلا constant since purchasing power could change. وفقا لراحل اسمه يلا جريشام. احنا بدأين من هنا بقى تاني عشان اللي عايزين يسأله. عندنا الكوين كام جرام؟ 10 جرام. كان بيجيب ايه؟ بيت. ولو معاك سبيكة 10 جرام تجيب لك البيت. كده كده الفاليو مالها؟ equal. مع الوقت مين اللي الفاليو بتاعته علت؟ الذهب الخام. الذهب نفسه كده. لكن الكوين الناس نسيت قيمته ولسه فاكرينه بيجيب ايه بيت ماشي جميل فجريشام جاي يقول لك على الظاهره دي ايه بقى باد ماني باد يلا ماني درايفز اوت جود ايه ماني الباد ماني بتطرد مين جود ماني جاي في الامتحان دي باد ماني بتطرد الجود ماني باد ماني بتطرد الجود ماني ليه لان الناس بقى بتحب الذهب نفسه اكتر من الكوينات الذهب وهو ماده خام المعدن نفسه ماشي So change could take place. ليه ممكن التغير ممكن يحصل بسبب حاجتين العرض والطلب او التزوير بسبب يلا العرض والطلب او التزوير الباد ماني بتطرد الجود ماني بسبب حاجتين الباد ماني بتطرد الجود ماني بسبب يلا طلعهم يلا اول حاجه العرض والطلب معلم يلا اللي هو الماركت فورس الماركت يلا الطلب زرع الذهب الناس بقى بتحب الذهب الذهب نفسه مش الكوينات ماشي وبالتالي الحاجة التانية هي التامبرينج يعني ايه تامبرينج؟ الغش والتزوير فهمناها؟ جميل خش بقى يلا على الفقرة قبل الأخيرة اكتب لي عليها كده الذهب أفضل معدن بلس أو بيست ميتال جولد بيست ميتال از جولد بيقول لك ايه؟ هيستوريكالي جولد ووز باي فار موست وايدلي ريكوجنايزد كوموديتي لدرجة إن معظم الشعوب بتستخدم الذهب والايه؟ والفضة في شعوب استخدمت الذهب بس الأول جربنا كل حاجة لغاية ما استقرنا على أهم معدنين هما مين بقى؟ الذهب وهي الفضة تمام؟ Historically gold was by far the most widely recognized commodity out of which يبقى البيست خلاص؟ The best metal to make money because يلا الأسباب إيه يا ترى الأسباب؟ ركز كده معايا إنه أولاً في كل المميزات اللي موجودة في المعادن موجود في يلا؟ كل المميزات اللي موجودة في المعادن وإضافة كمان في مميزات إيه؟ خاصة تميزه هو بس تمام؟ unique features unique يلا features تمام؟ scarcity الندرة value stability استقرار القيمة beauty جماله لدرجة ان بقى بيستخدموه في حاجات كتير زي الزواج تمام؟ variety of uses واستخدامات ايه يلا؟ متنوعة على فكرة ده باستخدامات كتير بيخش في عمليات بيخش في جراحة بيخش في ادوات بيخش في تصنيع الاعمال الصناعية بيخش في حاجات كتير جدا فمش هو بس على قد يعني الذهب ليه استخدامات كتيرة جدا مين بقى اللي يكتب لي هنا الفقرة دي؟ هل هي دي فقط مميزات الذهب؟ لا غلط مميزات الذهب فين؟ فوق فاكرينها؟ فوق الفقرة التانية الفقرة التانية اللي هي فيها مميزات الايه؟
المعادن. يبقى نكتب كده كمميزات الذهب في كل مميزات المعادن بالاضافه لدول بلس. الحته دي مهمه قوي عشان انا بتكلم في شو صوره الذهب في كل مميزات الايه المعادن بالاضافه لدول. ماشي. هو افضل واحد لانه فيه اكتر مميزات في كل مميزات المعادن وكمان عليه هذه المميزات. مفهومه؟ خدش على اخر فقره. امتى الماني سبلاي يزيد؟ امتى الماني سبلاي يزيد؟ عايز اوصل للنتيجه دي. ماني سبلاي اوف جولد. دلوقتي احنا مستقرين على مجتمع بيصنع النقود من الجولد. النقود من ايه يلا؟ الجولد. معايا كوين مثلا بجرام ذهب، معايا كوين ب 5 جرام ذهب، معايا كوين ثاني 10 جرام، فالدوله هي اللي وزناهم، عامله كوين بجرام، كوين 5 جرام، كوين 10 جرام، عامله كذا كذا نوع يعني، ماشي؟ فدلوقتي امتى الكوينات تزيد؟ لما اقول ماني سبلاي يعني كميه النقود، ماني يلا؟ كميه النقود هتزيد ازاي؟ اوف جولد. تعال كده نشوف دلوقتي. هنفترض ان الدوله اول مره تطبع بيبر ماني، الدوله يلا؟ اول مره تطبع بيبر ماني، فطبعنا 100 جنيه، يبقى كده في كام نقود في السوق؟ 100 ورقه، 100 ورقه كل ورقه بجنيه. قال لك هنطبع تاني كمان 100 جنيه، طبعا كمان يبقى كده بقى في كام ورقه؟ يبقى الماني سبلاي كده بيزيد. تمام؟ ان احنا عمالين نطبع اكتر. نرجع بقى ايام الكوينات. ازاي الكوينات والماني سبلاي الماني اللي مصنوع من الجولد هيزيد؟ ان احنا نكتشف منجم جديد مثلا؟ اه فنعمل كوينات اكتر. كان عندنا 10 كوينات، اكتشفنا منجم جديد فنعمل كوينات اكتر. خلاص؟ طب ما عندناش مناجم، ما عندناش دهب. نروح نشتري نجيب دهب من الشعوب اللي ايه؟ اللي جنبنا، نديهم قمح ومثلا وماشيه واي حاجه او اسماك وناخد منهم الدهب اللي عندهم، وبعد كده نحط الكوين بتاعنا عليه صوره الملك بتاعنا، تمام؟ اذا اول وسيله لتزويد الماني سبلاي، اول يلا؟ وسيله لزياده الماني سبلاي هو ان اصلا الذهب نفسه يزيد، جولد سبلاي يزيد. فكل ما تلاقي ذهب اكتر، كل ما نلاقي يلا؟ دهب اكتر، نلاقيه بقى في المناجم او نجيبه من اي حته، نقدر نعمل كوينات ماني، نقدر نعمل كوينات او كوينز ماني اكتر. طبيعي. يبقى الاول لازم كل ما الدهب يكتر، كل ما الكوينات الدهب اللي عندك هيحصل لها ايه؟ هتقدر تزود كوينات وعليها صوره الملك بتاعك و100%، تمام؟ طيب احنا عندنا 10 كوينات او عندنا 100 كوين وما اكتشفناش دهب جديد ومش لاقيين دهب جديد، هل يجوز ان النقود الماني سبلاي يزيد؟ ممكن. ممكن بس طريقه ثانيه خالص، مش زياده عدديه ولكن زياده قيميه، مش زياده يلا؟ عدديه لكن زياده بسبب الايه؟ القيمه. على سبيل المثال الكوين ده كان زمان يجيب كيلو تفاح، كوين جرام كده، مع مرور الوقت الذهب حاجه نادره، مين اللي عمال يزيد؟ عدد السكان بيزيد واحتياجات الناس بتزيد، لكن الكوينات كميتها محدوده، كميتها يلا؟ هيقول لك الكوين ده النهارده لو معايا كوين يجيب لي كيلو تفاح وكيلو مانجا وكيلو برتقال وكيلو لحمه كمان. فالكوين هو زي ما هو، ما زادش، الدولة ما طلعتش كوينات جديدة. الدولة ما عملتش كوينات جديدة، لكن الكوينات نفسها قيمتها زادت. ماشي؟ فاللي معاه كوين دلوقتي بيعرف يشتري بيه حاجات أكتر، ليه؟ عشان عدد الناس بالظبط، قيمته نفسه زادت، قيمته نفسه إيه؟ زادت. متفقين؟ يبقى يلا، أنا معايا كوينات. ها، الكوينات دي هتزيد إزاي؟ الماني سبلاي، حاجة من الاتنين، زيادة عددية أو زيادة في الإيه؟ في القيمة. نجيبهم واحدة واحدة تاني وأمثلة تاني، يلا. الماني سبلاي هيزيد ازاي؟ يا زياده في العدد يا زياده في الايه؟ القيمه. نجيب الاولانيه يلا. When gold was used as a money, money supply could grow. Money supply could ايه؟ بكام طريقه؟ اثنين. يبقى دي الطريقه اللي انا عايز اوصل لها. عايز ازود الماني سبلاي، ازود يلا. الطريقه الاولانيه واضحين جدا، فيرست وسكند يلا. فيرست الزياده العدديه، زياده يلا العدديه. فيرست it could increase، ممكن ازود المعروض من النقود، المعروض من يلا؟ المعروض من النقود اللي موجود يعني كنقود through the increase of gold supply، من خلال ايه يلا؟ زود الذهب اصلا الاول اللي هتجيبه اللي انت لسه هتعمل منه كوينات، اللي هتعمل منه يلا؟ كوينات، تمام؟ طب ازود الذهب ازاي؟ increase الجولد نفسه ازاي؟ الذهب هنا كماده خام ازوده ازاي؟ يكتشفه يشتريه من شعوب اخرى، يكتشفه يلا؟ يجيبه من شعوب اخرى، تمام؟ هنا من خلال result of new discoveries او imports، new يلا؟ discoveries او امبورتس، تمام؟ اكتشفنا مناجم ذهب جديد، الله يلا نعمل كوينات. او جبنا ذهب من القبيله اللي جنبنا او من الدوله اللي جنبنا، الله يلا بينا نعمل يلا. اه يا نكتشفه يا نستورده، يا نكتشفه يلا يلا طالع تحت التسلسل. اكتشفنا ذهب جديد يبقى كده الجولد سبلاي عندنا ايه؟ زاد. لما الجولد سبلاي عندنا زاد هنعمل ايه في الماني سبلاي؟ الماني بقى اللي متصنعه من الذهب، الكوينات اللي متصنعه من الذهب هنقدر نطبع كوينات اكتر.
كل ما الذهب كمادة خام يزيد عندنا كل ما نعرف نعمل كوينات اكتر الماني سبلاي يزيد. سهلة دي مفهومة؟ حلو. نخش على الطريقة الثانية. زيادة يلا قيمية تمام؟ زيادة بالقيمة. بنقول تاني عندنا طريقتين. الطريقة الأولى زاد عندك ذهب اكتشفت ذهب وتعرف تطبع كوينات اكتر وتعمل كوينات اكتر يبقى الماني سبلاي هيزيد لأن الماني أصلا دلوقتي مصنوع من مين؟ بالذهب تمام؟ الطريقة الأخيرة يلا الطريقة الثانية second it would grow. انا عايز اوصل لنفس النتيجه ان انا ازود الماني سبلاي ازود يلا الماني سبلاي بس المره دي زياده في الايه في العدد ولا في القيمه القيمه ماشي الماني سبلاي it would grow when the value of the gold goes up. طب ليه value of the gold goes up؟ لان الناس بقى عليه طلب وبقت الناس تستخدمه في حاجه كتير كان زمان بس يستخدموه في المجوهرات بقى ممكن يستخدموه في المجوهرات يصنعوا منه حاجه في العربيات العربيات الخشبيه يزود منها حاجه إيه ممكن يستخدموه جزء منه في السيوف بالاخر بقى الذهب مستخدم في استخدامات ايه كتير والناس بقى بتحبه اكتر فالطلب عليه زاد. طب يا عم ما فيش الا 10 كوينات كوين زمان كان يجيب كيلو مانجا بس لكن دلوقتي الكوين دلوقتي يجيب لك كيلو تفاح وكيلو مانجا وكيلو برتقال وكيلو لحمه ايه ده يبقى كده الكوين نفسه قيمته هل طبعنا كوينات اكتر لا الكوين نفسه بقى حاجه نادره ومن كتر ما هو حاجه نادره قيمته زادت دي زياده قيميه ولا زياده عدديه زياده قيميه يبقى الماني سبلاي بيزيد بطريقتين يا بالعدد يلا القيمة وصلنا لها؟ طيب يلا طلع لي كونديشن وريزلت عايزك تذاكر بالكونديشن وريزلت الريزلت ايه في المرتين؟ ان انا ازود الايه؟ الماني سبلاي عايز ازود الماني يلا؟ الزيادة الأولانية زيادة اكتشفنا ذهب أكتر فهنطبع كوينات أكتر يبقى دي ادي الكونديشن الأولاني طب الحالة الثانية؟ قيمة الذهب جولد فالي جولد يلا؟ الناس بقى بتحب الذهب قوي لدرجة ان الكوين دلوقتي بقى بيشتري حاجات اكتر فدي اسمها زيادة في القيمة زيادة في يلا القيمة وده السي رقم اتنين خد بالك ده او ده عندي حالتين زيادة في العدد او زيادة في الايه او زيادة في الايه في القيمة ايه في الورق يلا يلا بينا مبدئيا كده ايه اللي كان موجود قبل الماني خلاص ايه ده كده ايه اللي كان موجود قبل الماني يلا يبقى البارتر هي وسيله التبادل قبل ماني ايه اول ماني في العالم كوموديتي ماني ايه تاني ماني في العالم ميتاليك ماني تمام طب الكوموديتي ماني اسمها سلعه ابدل حاجه بحاجه طب ما دي بارتر يا شادي ايه الجديد ان احنا هنثبت سلعه كل مجتمع بيختار يلا سلعه واحده اللي هي وان ستاندرد ماني يلا عالج جزء من عيوب البارتر عايز عالج جزء من عيوب يلا بارتر اللي من اهم العيوب اللي كانت في البارتر اللي ايه دبل كويس بقى معايا سلعه مهمه ما حدش يقدر يقولها لا لا النقود السلعيه ولكن النقود السلعيه فيها مشكله بتبوظ ما بتعيش نجيب لك حاجه بقى بتعيش مين بقى اللي بيعيش ويستمر وينتشر ويتطور معادن ولا بياكل ولا بيشرب مش طب تقول له كل يا كل اشرب يا كل ما تخافش لكن ده هعمله في الجمانه وهعمله في الاكل الحاجات دي ممكن تبوظ صح كده؟ طيب اذا الميتلز مرت بمرحلتين المرحله الاولانيه بنجيب المعدن ونايه؟ ونوزنه طب دي طريقه ممله وشلل ومتبطئه نجيب الطريقه الثانيه اللي هي يلا الدوره الاخيره اتعملت ستاند وكوينز تمام يلا كوينز تمام طيب النقود دي لها قيمتين معايا كوين ذهب له قيمتين والقيمتين زي بعض المفروض ان قيمته كايه سلعه هو اصلا 10 جرام ذهب زي قيمته ككوين هو كوين ب 10 جرام في الحالتين يشتري لي بيت في الحالتين يشتري لي ايه بيت تمام لكن حصل حاجه غريبه الناس نسيت قيمه الكوين بقت بتتعامل معاه انه كوين كوين مع شويه وقت الناس بقت بتهتم بالذهب اكتر من الكوين بالذهب اكتر يلا فيحصل ظاهره غريبه جدا اسمها الباد ماني هتطرد مين جود ماني الناس تجيب الكوينات وتسيحها تجيب الكوينات وتسيحها وتاخد الذهب فالكوينات تختفي من السوق الجود ماني تختفي من السوق ماشي ويحط بدلها كوينات ايه بقى مزوره عشان كده الباد ماني بتخش السوق اللي هي مزوره ومين اللي بيطلع بره السوق جود ماني تمام طب مين افضل معدن الذهب في كل مميزات المعادن بس ضفنا عليه معادن او ضفنا عليه مميزات ايه اخرى تمام اخر حاجه الماني سبلاي الماني سبلاي يعني ايه الماني سبلاي بيزيد زياده في العدد او في القيمه يعني انا معايا 10 كوينات زادوا بقى 15 كوين ده كده الماني سبلاي زادت في العدد معايا 10 كوينات زي ما هم 10 كوينات بس الكوين بقى يشتري لي حاجات اكتر ده زياده بسبب الايه القيمه وصلت الفكره السؤال اللي راشين في الامتحان غالبا الحته بتاعت الباد ماني والجود ماني والحته بتاعت الماني ايه كل حته موضوع سؤال بس دول بالذات حاسسهم يعني مذاكرهم كويس